هذا ما يقوله الرب، اجرحي ايتها البريه العطشه، وليبتهج القصر وليظهر كالتوسن، فتظهر براري والبر وتفرح بنابها وتبتهج، فانها اوتيت مجد لبنان وشرف الكرمل، وشعبي ينظر مجد الرب وسمو الله. فتشددي ايتها الايدي المستثنيه والركب المخلعه، عدوا وقوم متفجري القلوب، تقوموا ولا تخافوا، فها ان الهنا يجازي بالحكم وسيجازي، انه ياتي ويخلصنا، حينئذ تنفتح عيون العمي واذان السم تسمع، حينئذ يقبل الاعرج كالايل ويكون لسان الابكم فصيحا. قد انفجر ماء في البريه ونهر في الارض الضانيه،
فتنقلب المغارة بياضا ويكون في الأرض العطش ينبوع ماء. هناك يكون زهورا للطيور وحظائر للهزائر والقصب والبياض، ويكون هناك طريق نقي فيقال له الطريق المقدس، لا يعبر فيه نجس، ولا يكون هناك طريق لنجس. أما المتشتتون فيسكنون فيه ولا يضلون، ولا يكون هناك أسد ولا يصعد إليه شيء من الوحوش الشريرة، ولا يوجد هناك، بل يسير فيه المخلصون والملتئمون لأجل الرب، ويرجعون ويأتون إلى صهيون بسرور وابتهاج، ويكون على رؤوسهم سروراً سرور أبدي، فإن على رؤوسهم التسبيح والابتهاج، ويتبعهم السرور وينهزم عنهم الأسف والحزن والتنهد. قراءة ثانية من نبوة يشعياء النبي. حكمة فلنصغ. هذا ما يقوله الرب: أيها العطاش هلموا إلى الماء، والذين لا فضة لهم هلموا ابتاعوا، وكلوا واشربوا بغيرة فضة ولا ثمن خمرا ودسما. لماذا تكرمون الفضة فيما ليس للخبز؟ أفليس تعبكم لشبعكم؟ اسمعوا لي فتأكلوا الطيبات وتتنعم نفوسكم في الخيرات. اصغوا بآذانكم واتبعوا طرقي، استمعوني فتحيا نفوسكم في الخيرات. فإني أعاهدكم عهدا أبديا على مبرات داود الأمينة، ها أنا ذا جعلته شاهدا في الأمم ورئيسا وأمرا في الشعوب. ها إن الأمم التي لم تكن تعرفك تدعوك، والشعوب التي لم تكن تعلم بك تلجأ إليك لأجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل، فإنه مجدك. التمسوا الرب وعند وجدانكم إياه ادعوه، وحين يقترب منكم فليترك المنافق طرقه والرجل الأثيم أفكاره، وتوبوا إلى الرب فترحموا، واصرخوا إليه فإنه يكثر العفو عن خطاياكم، لأن أفكاري ليست مثل أفكاركم ولا طرقكم مثل طرقي، يقول الرب. بل كما تبعد السماء عن الأرض كذلك تبعد طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر أو الثلج من السماء ولا يرجع حتى يرويا الأرض فتنشئ وتنبت وتعطي الزارع زرعا وخبزا للأكل، كذلك تكون كلمة التي متى خرجت من فمي لا ترجع إلي فارغا، حتى يتم كل ما شئت وأمهد طرقي ووصاياي. فإنكم بسرور تخرجون وبفرح تعلمون، لأن الجبال والتلال تندفع لاستقبالكم بفرح، وجميع أشجار الحقل تصفق بأغصانها، وعوض العليق ينبت السرور، وعوض القراص ينبت الآسى. ويكون ذلك للرب اسما وآية أبدية لن تنفرد. قراءة ثالثة من نبوة أشعياء النبي. حكمة فلنصغ. هذا يقوله الرب: استقوا ماء من ينابيع الخلاص بابتهاج، ويقول في ذلك اليوم: سبحوا الرب، ادعوا باسمه، أخبروا في الأمم بأعماله المجيدة، اذكروا أن اسمه قد تعالى، سبحوا اسم الرب فإنه قد صنع عظائم، أخبروا بذلك في الأرض كلها، ابتهجوا وافرحوا يا ساكني صهيون، فإن قدوس إسرائيل قد تعالى في وسطها. الرب نوري ومخلصي فممن أخاف؟ فلنصغي. الرب عاضد
آياتي فممن أجزى حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس حكمة فلنصغي يا إخوة لا أريد أن تجهلوا أن أباءنا كله كانوا تحت السحابة وكلهم جازوا في البحر وكلهم اصطبروا لموسى في السحاب وفي البحر وكلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا وكلهم شربوا شرابا روحيا واحدا فإنهم كانوا يشربون من صخرة روحية كانت تتبعه وصخرة كانت المسيح كيها القارئ ولكافة الشعب هللويا 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 فلنستخدم ونستمع إلى قراءة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا فصل شريف من بشارة القديس برقس الإنجيلي البشير مجد لك يا في تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن وللوقت إذ صعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة قد نزل عليه وكان صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب الذي به سررت المجد لك يا ربنا από Ναζαρέτ της Γαλιλαία και βαφτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και Θεός αναβαίνων από του ύδατος είδε σκυρωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα σου περιστεράν καταβαίνων επάσχων και φωνή έγινε το εκ των ουρανών Υιό Υιόν του αγαπητού Δόξα, Σι Κύριε, δόξα, Σι.
يا
الذين يتقون ويتناولون منه بإيمان تضحية للنفوس والأفساد للرب مطلوب. يا رسول الله من أجله أن نكون مستحقين أن نبتلئ مقدوسا إذ نتناول من هذه المياه بظهور الروح القدس بحالا غير منظورا إلى رب مطلوب. إيا لا يسوع من أجل أن يستجيب الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطا ويرحمنا إلى الرب مطلوب. يا رب الرحمن نجل جاهزا كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب مطلوب. التقت البركات المزيدة بين الطائرة بين مريم وجميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح لنا. أيها الثالوث الفائق الجوهر، الفائق الصلاح اللاهوت الملك الاقتدار، الرقيب على الكل، غير المنظور غير المدرك، يا مبدع الجواهر العقلية والطبائع الناطقة، الصلاح الطبيعي، النور الذي لا يدنى منه، المنير كل إنسان الآتي إلى العالم، أضئ لي أيضا أنا عبدك الخاطئ غير المستحق. أنر ناظري عقلي لكي أشكر أن أسبحك وأسبح إحساناتك التي لا تحصى وقدرتك التي لا تحد. ليكن ابتهالي عن هذا الشعب الواقف حسن القبول حتى إن خطاياي لا تحول دون حضور روحك القدوس ها هنا. لكن اسمح لي أيها الفائق الصلاح أن أهتف إليك الآن في غير دينونة وأقول نمجدك أيها السيد المحب البشر الضابط الكل والملك الذي قبل الأزل. نمجدك أيها الخالق والمبدع الكل. نمجدك يا ابنا وحيدا لله يا من هو بغير أب من جهة أمه وبغير أم فإننا في العيد الماضي قد رأيناك طفلا وأما في العيد الحاضر فنراك كاملا يا إلهنا الكامل الطاهر الطاهر من الكامل. فاليوم قد بلغنا إلى أوان العيد ومصاف القديسين يجتمع إلينا والملائكة يعيدون مع البشر. اليوم نعمة الروح القدس حلت على المياه بهيئة حمامة. اليوم أشرقت الشمس التي لا تغرب والعالم يستنير جنود الرب. اليوم القمر يتلألأ مع العالم بالأشعة الصادعة. اليوم الكواكب المضيئة تزين المسكونة بجهاء إشرافها. اليوم السحب من السماء ينادي البشر بغيث العدل. اليوم غيث المخلوق يقبل بإرادته وضع اليد من جبلته. اليوم
النبي الصادق يتقدم إلى السيد، لكنه يقف برعبة عند مشاهدته تنازل الإله إلينا. اليوم مياه الأردن تتحول إلى أشكية بحلول الرب. اليوم تنطوي الخليقة بأسرها بالمجار السرية. اليوم تمحى زلات البشر في مياه الأردن. اليوم فتح الفردوس للبشر وأشرقت لنا شمس العدل. اليوم الماء المر عن عهد موسى يتحول للشعب إلى عبودة بحضور الرب. اليوم أعطقنا من النوح القديم وكمثل إسرائيل جديد خلصنا. اليوم نجونا من الظلمة وبنور معرفة الإله استمرنا. اليوم ختام العالم يتلاشى بظهور إلهنا. اليوم الخليقة بأسرها تستضيف من العلا. اليوم الظلام قد بطل وورود الرب قد صنع لنا منهجا للخلاص. اليوم العلويون يعلمون مع السفليين والسفليون يناجون العلويين. اليوم محمل المستقيم الرأي الشريف والعظيم الصوت يبتهج. اليوم السفليون يوافي الى المعمودية لكي يسند البشر الى العلا. اليوم العالم ان يكون منحنيا ينحني لعبده لكي يعتقنا من الألوهية. اليوم قد ابتعد ملكوت السماوات فإن ملكوت الرب لا نهاية له. اليوم الأرض والبحر ابتسما الفرح والعالم قد امتلأ سرورا. أبصرتنا المياه يا الله، أبصرتنا المياه فنزعت. الأردن رجع إلى الوراق لما عاين نار اللاهوت منحدرة وحالة فيك بالجسد. الأردن رجع إلى الوراق عند مشاهدته روح القدس بهيئة حمامة منحدرا مرفرفا عليه. الأردن رجع إلى الوراق عندما رأى غير المنظور منظورا والخالق متجسدا والسيد في صورة عبد. الأردن رجع إلى الوراء والجبال تهللت لمشاهدتها إلها في الجسد. والسحب أبدت صوتها متعجبة من الآتي وهو نور من نور وإله حق من إله حق، مغرقا موت المعصية وشوقة الضلال وعقاب الجحيم ومانحا العالم معمودية الخلاص. فكذلك أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، إذ أبيع عظائم عجائبك. يشملني الخوف فأهتف إليك بخشوع قائلا: أنت يا رب وعجيبة أعمالك، وليس من كلام يفي بتسبيح عجائبك. وبعزتك تثبت الخليقة
وبعنايتك تسوس العالم. أنت الذي نظمت الخليقة من أربعة عناصر وكللت دور السماء بأربعة كسور. منك ترتعي جميع القوات العقلية، إياك تسبح الشمس وإياك يمجد القمر. لقد تقطع النجوم، إياك يطيع النور. منك ترتعد اللجج، لك تتعبد الينابيع. أنت بسطت السماء كالخيمة، أنت فضلت الأرض على المياه، أنت أحطت البحر بالرمل، أنت سكبت الهواء للتنفس. إياك تخدم القوات الملائكية، لك تجهد مصاف وسائل الملائكة. الشروبيم الكفلو العيون والسرافين ذو الستة الأجنحة، إذ هم ناثرون لديك وطائرون حوليك، يحتجبون خوفا من مجدك الذي لا يبنى منه، لأنك وأنت إله غير محصور وأزلي وغير موصوف. أتيت إلى الأرض آخرا صورة عبد وصائرا إنسانا، لأنك أيها السيد لم تحتمل لأجل عواطف رحمتك أن تعامل جنس البشر مقهورا من الشيطان، لكنك أتيت وخلصتنا. فنعترف بالنعمة ونكرز بالرحمة ولا نخفي الإحسان. أولاد طبيعتنا أنت حررتهم، الحشا البتولي بمولدك قدستهم، فكل الخليقة قد سبحتك في ظهورك، لأنك أنت إلهنا على الأرض ظهر وبين الناس تردد. مجاري الأردن أنت قدستها، إذ أرسلت من السماء روحك الكلي قدسه، وسحقت رؤوس التنانين المعششة فيها. فأنت إذا أيها الملك المحب البشر، واحضر الآن بحضور روحك القدوس وقدس هذا الماء. Διατισεπιθύτησιας του Αγίου Σου Πνεύματος και Αγίας Αρδοήγων Φούτος. Αμήν. فأنت إذا نجح الملك المحب البشر، فاحضر الآن بحضور روحك القدوس وقدس هذا الماء. نعمة الفداء وبركة الأردن، اجعله ينبوعا لعدد موهبة للتقديس، فداء للخطايا، نافعا للأمراض، مبيدا للشياطين، غير مقترب إليه بقوات مضادة ومملوءا قوة ملائكية، حتى إن جميع الذين يصطفون ويتناولون منه يكون لهم لتنقية النفوس والأجساد وللشفاء من الأهواء وتقديس المنازل وملائما لكل من بعد، لأنك أنت إلهنا الذي بالماء والروح جددت الطبيعة المتعطفة من قبل الخطيئة. أنت إلهنا الذي أضربت الخطيئة بالماء على عهد نوح. أنت إلهنا الذي في البحر أعطيت جنس العبرانيين من عبودية فرعون على يد موسى. أنت إلهنا الذي شق الصخرة في البرية فانفجرت المياه وفاضت الأوضية ورويت وأرويت شعبك العطشان. أنت إلهنا الذي بالماء والنار أنقذت إسرائيل من ظلالة البعل على يد عليا. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. أخرجني الناس وتعلم أكثر دائما كوكا قبل ما تيشك أيها. آمين. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. وابنح جميع الذين
يمسون والذين يدهنون بالحق ويتناولون منه التخليص والبركة والترقية والصحة. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. واحفظهم تحت سترك بسلام. اخضع تحت سلطانهم كل عدو ومحارب. وامنحهم كل ما يطلبونه للخلاص. وهبهم الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس وكل الكهنة والقدام في المسيح وجميع الطغمة الكهنوتية والشعب الواقف حولنا وإخوتنا الذين تغيبوا عنا لأعذار مقبولة. وارحمهم وإيانا بحسب عظيم رحمتك لكي يمجد اسمك القدس قدسه مع الآب والروح القدس بالعناصر والملائكة والبشر والبرادة المنذورة وغير المنذورة الآن وفي الأوان وإلى دهر الباكرين. السلام لجميعكم ولروحنا أيضا إلى آخر صلاة الرب. لك يا رب حمل يا رب ربنا واستجب لنا يا من قدست المياه لما قبلت بأن تعمد في الأردن. وباركنا جميعا نحن الذين بإحناء أعماقنا نقيم دليلا على عبوديتنا. أهلنا أن نمتلئ من تقديسك لتناولنا من هذا الماء ورشه وليكن لنا يا رب لصحة النفس والجسد. لأنك تقديسنا تقديس نفوسنا وأجسادنا وإليك نرفع المجد والشكر والسجود مع أبيك الذي لا بد له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي لنا وكل أوانه وإلى دار Thank you.
كلمة صاحب السيادة المتروبوليت بنادكتوس رئيس داير يوحنا المعمدان في المقطف، أخي صاحب السيادة رئيس أساقفة كرياكوبوليوس نصران عمان كريستوفوروس الجزيل الاحترام، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، الآباء الأجلاء، الأبناء المحبوبون بالرب، بركة الرب ورحمته تحل عليكم كل حين. نلتقي اليوم مجددا محتفلين في هذا العيد المبارك بعيد معمودية الرب يسوع المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، مقيمين شعائرنا الروحية المعروفة وطقسنا الشرقي الأصيل مما تركه لنا الآباء للتذكارات لتكون لنا كنزا ننقله للأجيال القادمة. تحية لكم من هذا المكان المقدس من نهر الأردن الذي اقتبل الرب يسوع المسيح فيه مياه قابلا أن يضع العبد يده عليه، واضعا نفسه تحت الناموس ليخلص الذين تحت الناموس لننال نحن التبني. ها هو الفأس الذي يدعى على عصب الشجرة، لقد جاء المسيح وخرج من المياه للوقت معلنا بأنه هو المنزه عن العيب، جاعلا من نفسه متوحدا ومتحدا بنا نحن الخطأ، مرسلا رسالة سلامية للبشر للتوبة ومعمودية الروح لمغفرة الخطايا وميراث ملكوت الله. صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب وأصنع سبله القويمة. نعم هكذا كان هو المعمدان، ذلك الصوت الصارخ في البرية، ذلك الصوت المنادي بالحرية والانعقاد في شر الخطيئة، صوت أراده بنعومة أظافره أن ينادي في الحظ الآتي وأن يكون فانوسا مملوءا من الروح القدس وهو جنين في بطن أمه أليصابات، فانوس منير صادق لحضور المسيح، مذيع للملأ لأنه يأتي بعده من هو أعظم منه. وها نحن اليوم يا أبنائي وإخواني وعائلتي نقف في هذا المكان الذي وضع فيه العبد يده على السيد، نقف في المكان الذي أعلن فيه الثالوث القدوس وظهر للملأ وتقدست المياه وامتحنت الأشجار طوعا طبيعة. لقد عرفتك طبيعة يا رب ونحن تجاهلناك، أبصرتك المياه ففزعت ونحن ماذا أمام هذا الحدث العظيم. حقا أقول لكم كونوا إخواني كلكم سابقون لحضور المسيح، نعم كونوا ذلك الصوت الصارخ، كونوا لكنيستكم الفانوس المضيء للعالم، كونوا نبراسا ينير بالحق وينادي بالانعطاء من عبودية الشرير، كونوا أردنا جديدا يخشع لنزول السيد فيه له المجد. اجعلوا من حياتكم نهرا جاريا مقدسا مكرسا للثالوث القدوس. صلوا في حرارة والسماء مفتوحة لنستمع لكم من أجل أردننا ومليكنا وشعبنا وكنيستنا ومن أجل هذا الدير المقدس وجميع الأديرة والمؤمنين الساجدين فيها ومن أجل السلام والمحبة والأمن والطمأنينة. صلوا من أجل أن نكون رسلا بالحقيقة لنقل الكلمة ولنعطي بحضورنا في هذا الشرق المضطرب أبهى صورة مشرقة عن المسيحية وعن اللحمة الوطنية في بلدنا الأردن الذي بات بفضل الله أولا أنموذجا لعيش جديد بين أبنائه بعيدا عن التطرف والتعصب والهمجية، بل هو في الحقيقة مثل يعاش في كل يوم
والكنائس والأديرة هنا خير مثال على ما نحياه من مسيحيين وكرسطين في هذا البلد. الشكر أولا لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي وهبنا هذه النعمة الكبيرة التي أنعم بها في كنف الهاشميين من أمن واستقرار، ونمارس عباداتنا وطقوسنا. ففي أيامهم وعهدهم تم بها كنيسة القديس يوحنا المعمدان هذه ودينه هذا بتبرعات من أبنائنا ليعيد الحياة الرهبانية مجددا وينشر عبق الحياة الروحية في هذه البرية ويجعلها واحة خضراء بجهود وعرق ونصف. نصلي معا من أجل مليكنا عبد الله الثاني الحسين المعظم، من أجل أن يحفظه الرب الإله، ومن أجل كل من يخدم الأمة ويسعى لنهضتها، وأن يحفظ أردننا الحبيب. كما ولا يسعني أن أشكر وعلى الدوام صاحب السمو الملكي الأمير نازل محمد المعظم حفظه الله الذي يرأس هيئة أمناء المقطف والذي يولي جل اهتمامه لهذا الموقع. كما وأشكر عطوفة المهندس رستم مجيان مدير الموقع والدكتور عبد العزيز العدوان وكل طاقم الهيئة على جهودهم للحفاظ على قدسية هذا المكان. والشكر الموصول لكم ولكل الذين يتعبون ويجتهدوا وقدموا من أجل هذا الليل المقدس ومن أجل أبناء الرعية المباركين. كما وتقدم من أخي صاحب السيادة رئيس أساقفة كرياتوبوليوس المطران كريستوفوروس لحضوره ومشاركته ومباركته لنا في هذا اليوم، متمنيا له خدمة رعوية مباركة. صلوا يا إخوتي من أجل كل المعذبين في هذه الأرض، صلوا من أجل الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية وأنشروا للعالم. نعم، أنشروا للعالم ومن هذه البقعة المقدسة بأن يقالوك قد ظهر لنا فمبارك الآن باسم الرب. فهذا هو أوان تحقيق الوعد، هذا هو أوان الخلاص، هذا هو أوان الخروج من السباق، هذا هو أوان العودة إلى الله، إلى أحضانه المقدسة والمباركة. فارسل لنا يا رب في هذا اليوم وقدس المياه وقدسنا جميعا بنطعه علينا وسدد خطانا. وكل عام وأنتم بألف خير. المتروبوليت فينيديكتوس، متروبوليت فيلادلفيا، رئيس دير القديس يوحنا المعمدان، نهر الأردن، عيد الظهور الإلهي 2019. أبنائي شوي لو سمحتوا، أنا بس حابب قبل ما ننزل على نهر الأردن أول شيء إنه أرفع صلاتنا في هذا المكان المقدس لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي ظهر حتى يفتدينا ويخلصنا. نرفع صلاة حتى يحمي الوطن والكنيسة، حتى يحفظ جلالة ملكنا ويحفظ كل الساهرين على أمن واستقرار البلد. أبنائي، ربنا يبارك كل واحد فيكم اللي حضرته اليوم في هذا المكان المقدس في عيد وطني. بالنسبة لنا نحن اليوم الخاص هو عيد مش بس أنسي، ولكن هو عيد كمان وطني بالنسبة لنا، لأنه هون عندنا في الأردن اعتمد الرب المخلص يسوع المسيح. من هون عندنا في الأردن من هذه القبعة انتشرت إشارته، إشارة الإنجيل لكل العالم. من هون ظهر إلهنا الواحد المثلث الأقانيم، الآب قائد الصوت
سمع من السماء هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. والاله الابد اله المتجسد اياه نهره البنبون والروح القدس على هيئه حمامه مرفرف على المياه. ابنائي بركه ربنا تكون معكم مع كل واحد فيكم. ادخلوها لبيوتكم ولمدنكم ولقراكم ولعائلاتكم حتى يبقى كمان أبنائي تأخذوا بركة اليوم المكان لكل مكان لبيوتكم لمرضاكم لكل إنسان محتاج لنعمة وبركة ربنا. ربنا يكون معكم يحميكم. كمان الشكر لازم يكون لصاحب السمو الملكي الأمير غازي. هذا الإنسان هذا الأمير اللي مش بس فقط من حبه ولكن هو عمل كثير من أجل هذا المكان حتى يزدهر وينمو. بنصلي لربنا إنه ربنا يحميه ويعطيه القوة والصحة. كمان الشكر الموصول لكل القائمين على هذا الموقع من الهيئة لمدير الموقع لوزارة السياحة والآثار لصاحب السياسة المتروبوليت بنانيكوس اللي هو قام بكل المباني اللي نحن فيها. ربنا يعطي الصحة والقوة حتى يستمر في عمله حتى يصير في عنا دير هون دير للرهبان حتى يقدروا كمان يمجدوا ربنا ويعطوا هوية المكان. كمان الشكر للسلاح للجيشنا لجيشنا العربي لقوات الأمن لهذا الجيش اللي بيحمي حدود بلادنا. ربنا يحميهم ويبارك كل واحد فيهم حتى ربنا يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار اللي بننعم فيها تحت راية وظل وحماية ربنا وجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. كل سنة وانتم سالمين أبنائي. وهلا خلونا ننزل على نهر الأردن حتى نغطس الصليب هناك وهيك نكمل احتفالنا اليوم. كل سنة وانتم سالمين. نعمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم أجمعين. آمين.
الخيار العافي والسلام والخلاص، فرق الشدائد والنكبات والأمراض، نجي النجاح والشفاء والتوفيق لعبيد الله جميع الأسقيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين والمحتفلين في هذا المكان المقدس الشريف، نجي افتقاد وسمع عنهم غفران خطاياهم. لعبد الله لجلالة ملكنا المعظم عبد الله بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة وجهات الأمن العام والجيش العربي الباسل وكل الذين يسهرون على أمن واستقرار هذا البلد، فلنقل من أجلهم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا الله مقدسنا يا رجاء جميع قاسي الأرض والذين في البحر بعيدا، وكن يا سيد شفوقا علينا غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من اعتمدت في الأردن ليوحنا لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة النقى القديسة سيدتنا والد الإله الدائمة البدنية مريم بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل للحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد وبتضرعات النبي الكريم الصادق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين المجيدين الشهداء الحسنين الظفر والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحنه وجميع قديسيه، ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح والمحب البشر. وذكروني ربي سكيري وصفعون طول مكاري وتطون في وطاتون يبناهي وتطون فدلائمون يبطريا Yeah.
بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. كل سنة وانتم صالحين جميعا عبر تحريكم.